بشكركم جلالة الملك على هذا الاستجواب الأول للتلفزة الإسرائيلية. وفي الأول إذا ممكن أود أسمى تعليق جلالتكم على الأحداث الأخيرة، الهجمات الدامية التي رافقت أو ترافق لسوء الحظ عملية السلام في المنطقة. أولا أريد أن أقول شيئا، وهو المفاجأة السارة التي وقعت لي صباح اليوم حينما قالوا لي أن الاستجواب سيكون بالعربية، وهذا دليل ربما أقوى دليل على أن الروابط الثقافية وهي الروابط وهي أقوى الروابط التي يمكنها أن تربط بين الشعوب، أنك تلك الروابط الثقافية لا زالت موجودة بين العرب وبين إسرائيل. وكما تعلم العنصر البشري وأصالته وعروق تاريخه هي العناصر الأساسية التي يبنى عليها كل سلم شامل دائم مفتوح ومستمر. الأحداث التي وقعت في تل أبيب لم تكن لتفاجئني، لأنني مررت منذ صغر سني مررت بطرق التاريخ وصعوبات التاريخ، وكذلك الصعوبات التي تصاحب وتواكب كل شخص أراد أن ينال هدفا نبيلا وشريفا. والسلم هو أنبل هدف وأشرف هدف. فكنت أنتظر أن يجد مسار السلام خصوما في طريقه، غير أن هذا التوقع لا ينقص شيئا من تأثري لما وقع في تل أبيب، لأن مرة أخرى الأبرياء هم الذين يدفعون الثمن. وهذه الجريمة أعتبرها جريمة لا في حق الأبرياء، بل جريمة بالنسبة للسلام. وهذا هو الجانب الذي يجب أن نركز عليه، بمعنى أننا يجب علينا أن نجعل عملية السلام في مأمن من جميع المخاطر التي من شأنها أن تهددها. صاحب الجلالة، كيف يمكن في رأيكم التعامل مع ظاهرة الأنف الذي يحصل في المنطقة؟ هناك تدابير وقائية أتركها للمختصين فيما يخص مقاومة العنف، لا من هناك، لا من جانب الفلسطينيين ولا من جانب الإسرائيليين. ولكن كرجل سياسي أعتبر أننا الآن في سباق ضد الزمن، فعلينا أن نسبق الزمن، وعلينا أن نقاوم العنف بالنجاح، وأن نقاوم العنف بالخير. كما تعلمون حينما جاء الحسن الداخل هو الملك هو العلوي داخل المغرب قبل أن يكون ملكا في المغرب، اختاره المغاربة لأنه سألوه قالوا له إذا عملك الإنسان بالخير قال أعامله بالخير، وإذا عملك بالشر قال أعامله بالخير، قالوا إن عملك مرة ثانية بالشر قال أعامله بالخير حتى يغلب خيري شره. أما لسنا نحن في ملعب لكرة القدم،
كلما سدد هذا هدف يجب على الآخر أن يسدد هدف آخر حتى يتعادل هذا الفريق وهذا الفريق أو يغلب هذا الفريق هذا الفريق بالعنف وبالقتلى وبالضحايا. مما لا شك فيه أن الأحزان لم تترك بيتا واحدا في تلك المنطقة لا من فلسطينيين ولا من إسرائيليين، فيجب أظن أن يجدوا في هذه المأساة المشتركة وفي هذه الجثث الميتة الضحية أن يجدوا الجسر الذي عليه سيبنون السلام دون التفاتة إلى الماضي. علينا إذن أن نحفظ عملية السلام، أن نتخذ لها الوقاية اللازمة، وهذا مسألة تقنية، ولكن الوقاية السياسية والإيمان الراسخ الذي لا يزعزعه شيء في أن السلام يجب أن يسود ويجب أن تكون له الكلمة الأخيرة. جلالة الملك، المملكة المغربية قد قامت بدور عام ومعروف لإخلال السلام ومد الجسور بين إسرائيل والدول العربية. ما هو في رأيكم دور المغرب في المرحلة القادمة، مرحلة تجسيد السلام؟ دور المغرب في هذا الباب هو قبل كل شيء وقوفه مع السلام، اعتبارا من أن المغرب البلد التاريخي. المغرب كذلك درس التاريخ، ولا نعرف في تاريخ البشرية حربا لم تنتهي بالسلم. فإذا بما أن الحرب تنتهي بالسلم فلننتهي في أقرب وقت من الحرب لنصل إلى السلم. هذا هو مبدأ المغرب، وهذا هو الدافع الذي دفعني ليحاول دائما الوصول إلى السلم مع إنصاف الجميع. نحن دائما كنا نقول يجب أن تسترجع حقوق العرب، ويجب أن تكون إسرائيل موجودة آمنة في حدود معترف بها دوليا، لا لتبقى هذا الجانب وهذا الجانب جامدين، لا، بل ليقع التداخل والتعامل والاختلاط، ذلك الاختلاط الذي كان قبل منذ قرون وقرون والذي من أجله انبثقت عبقريات عظام في تلك المنطقة من العالم العربي. سنة 58 بتهيألي كانت ذكرتم جلالتكم إمكانية انضمام إسرائيل إلى جامعة الدول العربية، الفكرة لسه مطروحة اليوم؟ أنا ذاك كنت وليا للعهد ولم أكن مسؤولا مباشرة، وجاءتني هذه الفكرة وأنا في زيارة خاصة إلى لبنان، ولكن لم تحظى به قبول بالطبع، وكان ربما حملها المستمعون لا على البسط، ولكن ربما حملها على أنني لازلت شابا غير واع وغير عارف بما يمكن أن يكون. ولكن لازلت أقول أن كان العرب آنذاك يقبلون إسرائيل في الجامعة العربية، وكانوا يوفرون أولا الأرض، إن منذ 58 ضعت لهم أراضي كثير وضعت لهم أرواح كثير ووقعوا في خسائر كثير، فكانوا يوفرون الوقت، يوفرون المفاوضة الطويلة لاسترجاع الأرض، كانوا يوفرون الكثير والكثير. ولكن التاريخ لا يعاد على ورقة مكتوبة كما يفعل ذلك المريض للأسف. جلالة الملك، بالنسبة للعلاقات الثنائية بين
المملكة المغربية وإسرائيل. إمتى ممكن نتوقع رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من مكاتب اتصال حاليا إلى سفارات مثلا؟ إمتى ممكن تبدأ رحلات طيران مباشرة بين الدار البيضاء وبين تل أبيب؟ إمتى ممكن يتم توقيع اتفاقيات تجارية أخرى بين البلدين؟ أولا مكاتب اتصال ليست لها أي صفة دبلوماسية، ما عندهاش ستاتي دبلوماسي، وهذا هو المعترف به لا في اتفاقية لاهاي ولا في اتفاقية نيويورك. ولكن وقع المغرب، وضع المغرب وضع خاص، لأنه هو البلد العربي الوحيد اللي عنده جالية تفوق 100,000 يهودي من أصل مغربي. وكما تعلمون القانون عندنا يقول أن الجنسية لا ينسلخ منها الإنسان، فبالنسبة لنا أولئك اليهود الذين من أصل مغربي لا زالوا مغاربة، ولا زالوا مغاربة لأسباب كثيرة لا قانونيا فقط، ولكن لا زالت عندهم علاقة وطيدة عائلية دينية تجارية مع ذويهم وأقاربهم في المغرب، ولم نحبس قط أحدا عن زيارة إما قبر أبيه أو زيارة شقيق الله أو عمي الله، بل كنا دائما فاتحين الأبواب للمغاربة، هذوك أعتبرهم أبنائي ولو هم الآن قاطنين في إسرائيل. فصلة الرحم من أوجب الواجبات في الإسلام، ولم يكن أن أقطع الرحم بين هذا وذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الرحم، وأنا سليل النبي صلى الله عليه وسلم رسولي وسيدي. فقلت لك الوضع المغربي بالنسبة للدول العربية الأخرى وضع خاص، لأن عندنا جالية مهمة، فكان من الواجب علينا أن نرعى مصالحها لا على المستوى الدبلوماسي، ولكن في هذه المرحلة على مستوى مكاتب التمثيل. وبالنسبة للتقادم في اللي بيسمى اليوم تتبيع علاقات بين إسرائيل والمغرب، مما لا شك فيه أن المسلسل اللي احنا ماشيين فيه اللي مشى فيه قضية السلام سوف يؤدي إلى التطبيع، لأن كما يقول مثل أوروبي النهر لا يرجع إلى منهله، النهر يسير التاريخ مثل النهر. ولكن في هذا الباب لا يمكن أن أعطيك توقيتا زمنيا مضبوطا، ما لا شك فيه أن إذا كان المغرب يعتبر عنصرا أساسيا لرعاية عملية السلام يجب أن لا يكون لا متسرعا هناك ولا متقاعسا ومتأخرا هناك، يجب أن يكون وسطا دائما يزن الأمور، كما يقول لينين في بعض الأحيان يجب أن توزن الاختيارات ببيضة النمل. وهذا ما جعل ولله الحمد أن المغرب قام بما قام به، وحافظ مع ذلك على احترام أشقائه العرب وعلى احترام الإسرائيليين وعلى احترام عدة دول في العالم. فلتترك هذه المسألة للظروف أولا ولتقييم الوقت عين منا أن الهدف واضح والمستقبل كذلك واضح. مولاي، ما هو سر العلاقة الخاصة المميزة بين الجالية اليهودية والأسرة العلوية؟ لسبب واحد،
السبب هو أنه يعتبر المغاربة كانوا مسلمين أو يهود، يعتبر أنفسهم مواطنين، ولم يتأخر أي فريق سواء يهودي أو مسلم لم يتأخر عن أداء واجبه بالنسبة لبلده. ثانيا، إن إمارة المؤمنين التي هي الآن موجودة في المغرب منذ مولاي إدريس رضي الله عنه دي 1200 سنة تجعل في عنق أمير المؤمنين، لا أقول الحماية، لا، حماية شيء ضعيف، تجعل في عنقه أنه يسهر رغم صوارخ الدين والملة على كل إنسان يعيش فوق التراب. ثانيا، كما تعلم انصهر المسلمون واليهود في محنة واحدة حينما كنا في الأندلس، وخرج المسلمون واليهود من الأندلس فلم نخرج متفرقين، خرجنا دفعة واحدة، واحدا يشد في يد أخيه. وحينما رجعنا إلى المغرب أولئك الذين كانوا في الأندلس، جلالة الملك، الناس عندنا بتتساءل إمتى يحين الوقت لزيارة جلالتكم للقدس الشريف بعد الزيارات المتعددة التي قام بها إسحاق رابين وغيره من القادة الإسرائيليين إلى المغرب؟ والله تعلم أنني زيادة على أنني رجل المبتدئين أنني رجل روحاني كثيرا، وأعتبر أن أحسن يوم بالطبع بعد الحج وزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة القدس لا يجد فيها الإنسان الروحاني إلا أحسن ما يمكن أن ينشده في حياته. زيادة على هذا أنني لي اليقين أن الشعب الإسرائيلي حينما أزور سيقابلني بعناق كبير وبفرح شديد بلا شك. إنما كما يقول المثل العربي الأمور بمواقيتها، وحينما يأتي الزمن وأرجو أن يكون هذا في أقرب وقت ممكن سأقوم بتلك الزيارة راجيا أن يتم حل مشكلة القدس الموضوع الآن على أحسن ما يرام. كما تعلم أنا رئيس لجنة القدس، ولكن الرئاسة هنا لا تعني القرار، تعني إدارة اللجنة. لجنة القدس ليست مركبة فقط من عرب، مركبة من مسلمين من جميع أنحاء العالم. فلذا أقول لك نظريتي الخاصة، أعتبر شخصيا أن قضية القدس يجب أن تطرح في آخر المطاف من مسلسل السنة حتى لا نخلط الجانب الديني بالجانب السياسي. بس هي المؤاخذة هي مطروحة اليوم بسبب الإعلان الإسرائيلي، الاتفاق الإسرائيلي الأردني، بسبب نوع من التنافس بين الفلسطينيين والأردنيين على الأماكن المقدسة. ولكن هذا النزاع الآن لا يهم السيادة على القدس، يهم التكليف بالأماكن المقدسة أو رعاية الأماكن المقدسة، وهذا أعتبره خصاما ثنائي ثانوي بالنسبة للمشكل ككل. ما هو موقف جلالتكم من القول أو من الفكرة إنه السيادة في القدس لازم تكون لله تعالى، والمفروض الاتفاق على سيرة مشتركة إسلامية يهودية مسيحية لإدارة الأماكن المقدسة
لسلاسل الأديان. كل طرح وكل خيال يمكننا من الخروج من الحالة التي نحن فيها إلى وضع أحسن يساوي بين الديانات ويأخذ بعين الاعتبار الحساسيات والكوميات ويساوي بين الجميع كل حل وكل خيال يرمي إلى هذا الهدف، أنا مستعد أنظر فيه بإيمان وبإيمان. ختاما جلالة الملك، هل عندكم كلمة تتوجهون بها إلى المشاهدين الكثيرون عندنا، خصوصا اليهود المغاربة الموجودين عندنا في الاستوديو بالقدس يستنين هذه المقابلة، هل أي كلمة للختام؟ أقول لهم لو لم نكن في مسلسل السلام لما كانت لهذه المناسبة لأن أخاطب الإسرائيليين سواء أبناءنا الذين من أصل فلسطين الغريب أو غيرهم. إذن هذا السلم أو مسلسل السلام هو الذي فتح لنا هذه القناة للتواصل والاتصال، فلنسير إذن في هذه الطريق وفي هذا السبيل حتى لا نحتاج إلى التلفزيون لنتعارف أو نتذاكر، بل لنتذاكر ونتواجه ونناقش ونتذاكر بعض المرات بحدة وبعض المرات بلين ولكن بكيفية مباشرة، علما أننا رغم البعد ورغم المسافة كلنا يد في يد لإسعاد البشرية ولرفع كلمة أبناء الديانات الموصلة، الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية التي كلها منبثقة عن جدنا جميعا إبراهيم الخليل عليه السلام. باسم كل المشاهدين عندنا شكرا جزيلا جلالة الملك، شكرا جزيلا. نعم.